وفشلة، وإحنا شعب هذا وهاي شباب، خلوا خوف الله. الإنسان كافي، ما شبعتوا، ما مليتوا، ما جزعتوا، هذول حقهم، شباب حقهم، لا تعيينات، لا خدمية، لا تبليغ، ليش لا مستشفى؟ خافوا الله شوية، خافوا الله، عيب عليكم. أنت تأخذ لك 12 مليون وهاي الشباب كلها ماكو، لا قاعد عطالة بطالة، ليش؟ أنت يا رئيس الوزراء الكاظمي، الله لا كظمك البين إن شاء الله، خافوا الله. أنت جيت عطى حق الناس هاي. اليوم الأول من تشرين هو استذكار للذكرى الثالثة لثورة تشرين العظيمة، بالإضافة إلى تذكير العالم باستشهاد أكثر من 800 شهيد عراقي وجرح أكثر من 35 ألف واحد برصاص ميليشيات الأحزاب الحاكمة. التذكير هو هذه المناسبة نستذكرها، نجدد رفضنا لهذه الطبقة السياسية الفاسدة، ونحن كلنا أصرار بمواصلة رفضنا لهذه الطبقة والمطالبة بحكومة وطنية مستقلة تنبثق من رحم الشعب العراقي. هذا كل ما هو مطلوب، أي مطالب أخرى غير إسقاط الطبقة السياسية برمتها شيء مرفوض. نريد وطن خالي من هذه الطبقة السياسية برمتها. وهذا هو العيد الثالث لهذه الثورة، هذه الثورة التي سببت انبعاث الروح العراقية من جديد للوقوف أمام هذه الطغمة الفاسدة المدمرة المخربة للعراق بكل مكوناتها السياسية، وما نشهد حاليا من فضائح سياسية يقوم بها البرلمان العراقي والكتل السياسية من شمال العراق إلى جنوبه تدلل على هذا الخزي السياسي وهذه الطبقة السياسية التي تسلطت منذ 2003 ولغاية الآن. هؤلاء خونة ومجرمون وعملاء وأذناب وصهاينة، ويجب أن يقتص منهم الشعب العراقي سلميا بأقرب وقت. العراق حي لا يموت، العراق عنقاء يخرج دائما من بين الرماد، والرماد العراقي هو رماد حي، وهذا الشعب، هاي الوجوه الطافحة بالأمل والبشر والخير، هذه هي التي ستسحب هؤلاء الخونة من ساسة الشيعة، من ساسة سنة ومن أكراد، وبالتالي يعيدون الحق لهؤلاء الذين اغتصبوا حقوقهم، الذين ضيعوا حاضرهم ومستقبلهم. لكن نقول أنه تشرين لن تموت، تبقى تشرين هي نمط يسري في جسد العراقيين، وستنتصر اليوم وغدا وبعد غد، وبالتالي تزاح هذه الطبقة السياسية الفاسدة وترمى إلى القمامة والزبالة، إلى زبالة التاريخ، لأن هؤلاء هم أسوأ من الزبالة، والذين عملوا ما عملوا بهذا البلد العظيم، هذا العراق العظيم، صاحب حضارة سومر وحضارة بابل، هذا البلد الذي كان العالم كله يسجد له، وبالتالي هم مأمورون وعملاء لتدنيس تاريخه وتدنيس حاضره، لكن سينتصر العراقيين، سينتصر هذا الجيل العظيم، جيل تشرين. يريد اسقاط النظام.
بعد عقودكم الزياره من تقضي بعد مالها كل شهر نشد اعلامنا ونكسر الخضراء ذا هدت ويانا البصره وعماره حسب ايامكم ما باقي من هالشيء شيلوا سلاحكم واحنا بالاحتاره. بدايه مظاهرات قبل تشرين 2019 كانت الناس تطلع تتظاهر من اجل الخدمات من اجل الكهرباء، لكن من اجت تشرين ب 2019 مطالب الشعب تغيرت، هاي الناس حست انه هذا البلد رايح للهاويه فرفعت شعار لازم نرد الوطن للوطن، فرادوا يردون الوطن للوطن، قدموا 800 شهيد، قدموا 25,000 جريح، هذه المطالب وسقف المطالب ارتفع، الحين الجماهير زادت مطالبها، الطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين، الطالب بحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، حقيقة احنا في بلد الدولة ببطن دولة، حكومة ببطن حكومة، جيش ببطن جيش، هذا ما صايرة، فاليوم الجماهير الطالب بحصر السلاح بيد الدولة، الطالب بإرجاع الوطن، لازم هذا الوطن يرجع المكان الحقيقي، لازم ينظف البلد من الميليشيات من العصابات ويرجع العراق مثل ما كان، هاي الجماهير ما راح تسكت ابدا، وهاي تشرين لازم مطالبها تتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر اليوم الذكرى الخالدة لانتفاضة تشرين العظيمة، وهناك مقولة لتوماس شيلبي يقول فيها في حين هدم المرحاض القديم لا تبني المرحاض القديم بنفس الطابق، فالرائحة العفنة متمسكة به. اليوم نحن تظاهرنا منذ عام 2019 من أجل إزالة هذه الحكومة وهذه الطغمة الفاسدة، واليوم هم يحاولون تشكيل حكومة أيضا بمحاصصة واتفاقات شخصية من أجل إرضاء الدول الخارجية ليس من أجل إرضاء الشعب. نحن مستمرين في ثورتنا وفي تظاهرنا وبكل سلمية، لا نملك سوى العلم العراقي، أما الأجندات الخالدية تشوه صورة المتظاهرين بصورة عامة والدول الجوار، أين أنتم حين أن القصف الإيراني داخل العراق؟ كل هذا في سبيل إرضاء دول الخارج، الشعب مش وقت يحصل، الشعب أنت أنه يحصل على حقوقه. نحن اليوم نحتاج حكومة نزيهة من أجل إعادة بناء بلد ليس من أجل إعادة أموالهم الشخصية. يوم 11 انطلقت تظاهرات بجميع محافظات العراق وفي بابل وفي التحرير ومن ساحات أخرى، كل الساحات هي استذكار الثورة التشرين العظيمة واستذكار لشهدائنا، وعلى قول إمام الحسين كونوا أحرارا في دنياكم، وإحنا على هذا القول هسه اليوم استذكرنا هذا اليوم المبارك الذي أحتر يوم عظيم الذي هزت عروش الفاسدين والطغاة وأصحاب المناصب الذين استولوا على العراق من كل الجهات، واليوم مثل ما تشوفون في محافظة بابل مجامع كلش كبيرة من المتظاهرين التشرينيين العراقيين الأحرار لإثبات كلمتهم وهي كلمة الحق، وثانيا هي استذكارا لشهدائنا الأبطال الذين استشهدوا على يد الفاسدين والطغاة المجرمين، الرحمة والخلود للشهداء والأمن والأمان لعراقنا الحبيب. مدري نسوي شنو، لا تلي
السلطة. ضد عمار. ضد عمار. ضد المالكي. ضد المالكي. ضد عمار. يموت بعلم ملفوف قالوا من قمر يحلل كيت نوم ليل تيراد وطيل تشرين مستمرة بشبابها بنسائها بنبارها وان شاء الله يعني مع الجميع احنا مع اخواننا في جميع المحافظات مع اخواننا في ساحه التحرير في ساحه النسور ان شاء الله مستمرين في التظاهرات نفس المطالب بالسنتين يعني ثالث سنه اليوم نفس المطالب اللي احنا الناشد بها كشف قتله المتظاهرين تحقيق المطالب واللي الجمهور يريدها هاي مطالبنا انهم فديه العراق انهم شباب العراق يجددون انتفاضه تشرين انتفاضة التي قدمت 800 شهيد بعمر الزهور فقط إنهم أرادوا وطن ولا لا يملكون غير حناجرهم التي تقول وتردد نريد وطن نريد دولة العدل دولة المواطنة دولة الحرية دولة السلام فبؤسا لكل القتلة بؤسا للسلطة السياسية بؤسا لأحزابها السنية والشيعية والكردية التي خربت البلد يحيى العراق ويبقى العراق رغم القتلة والسلاح المنفلت والسلاح المنفلت عملوا على تخريب البلد عملوا على سرقة البلد سرقوا حتى الدين حتى الله حتى الشرف حتى القيم إنهم الأوباش المجنوبين الموبوئين القتلة يا تعال تعال طبقة للناس تعال إيدك ليفوت طبقة للعراق للعراق طورة يا علي طورة يا علي طورة يا علي صوتك طورة يا علي طورة يا علي ضد الأحجام ضد الكتكونة ضد القمعانة ضد النواب وحد جسمك يا فنوة صفائي وحيدري الضبطان صفائي وحيدري مؤيدون